جو بايدن ودونالد ترامب، كل وسائل الإعلام حكت وعم تحكي ورح تضل تحكي لفترة عن رحيل ترامب واستلام بايدن. هذا الحدث السياسي خلى ملايين الناس بكل جنسياتهم وأديانهم وأعراقهم وألوانهم يبحثوا ويشاركوا. بالولايات المتحدة تصدرت كلمة inauguration على محرك البحث جوجل، وبتعني التنصيب بأكثر من 10 مليون عملية بحث، وبترمز لتنصيب جو بايدن أمس. اسم دونالد ترامب حل بالمركز الثالث برقم تجاوز 5 مليون عملية بحث. على السوشيال ميديا ومنصاتها الرئيسية العالم إلها رأيها مشاركاتها اللي بتعطي للأخبار السياسية الجافة طعم تاني. خروج ترامب ما كان سهل من البيت الأبيض اللي شهد قصص كتيرة، منها اقتحام الكونغرس ومطاردات قضائية. هذا الشيء ألهم المتداولين لأفكار طريفة تحمل رسائل سياسية. شبيه ترامب عمل مشهد للحظة خروجه، خلونا نشوف مع بعض. جمهور السوشيال ميديا بعد ما عرفته برسالة تركها ترامب لبايدن قرر يتخيل فحوى هاي الرسالة، فطلع معه انه جو انت بتعرف انه انا ربحت. بس بالحقيقة انه بايدن قرى الرسالة بس ما كشف عن محتواها، هذا الشيء اكده بعد دخوله لمكتب الرئاسة بالبيت الابيض. كوميك سياسي بجسد ترامب بعد خروجه من البيت الابيض، يبدو انه خلص شحن موبايله، بس المشكلة انه نسي الشاحن بالبيت الابيض وعم ينده جو افتح الباب انا نسيت الشاحن. الكاريكاتير عماد حجاج كان حاضر بقوة بهاي المناسبة وصور خروج ترامب من البيت الأبيض عبر مروحية الرئاسة اللي حولها لسلة قمامة. فيديو آخر تم إعادة نشره بهاي المناسبة، هالمرة شاعر بدوي بينصح ترامب فيه بعد هزيمته الأخيرة. الدنيا عمرها ما تبقى على حال، والبيت الأبيض شل قشك وخله، حمست قهوتك من غير فنجال، وطينتها يومك نسيت الدلة، وشعبك اللي عليه بنيت آمال، بوقت شداتك وروك المذلة، كل شي بهالدنيا مآله للزوال، سل فرعون وثمود وعرج على الشلة، اغدروك الشعب بمر من الخال، اغدروك الشعب بمر من الخال، وبام هلي من وراك يدور الزلة. جدل كبير صار بعد تغيير اسم صفحة البيت الأبيض لبيت ترامب الأبيض. أحمد بريمو هو أحد مسؤولي منصة تأكد السورية، نشر بوست شرح فيه القصة وقال: حول صفحة البيت الأبيض على فيسبوك، على خلاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي، يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بيسمحوا بأنه يكون في صفحات للبيت الأبيض بأسماء الرؤساء السابقين. تويتر مثلاً بينقل تحفظ على الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي السابق ترامب، يلي أعلن يوم بوتس هو الجمعة الماضية أنه رح يسلمه للرئيس بايدن بيوم تنصيبه، وهذا فعلاً اللي صار. موضوع تاني شغل متابعي حدث تنصيب بايدن هو الحقيبة النووية. هاي الحقيبة أو فوتبول وزنها حوالي 20 كيلوغرام، اللي من خلالها بيقدر يبدأ الرئيس الأمريكي ضربة نووية عبر بطاقة بتبقى مع الرئيس دائما فيها شفرات النووية. خلونا نشوف هاي الحقيبة. ملايين التعليقات والردود على منصات السوشيال ميديا، اخترنا لكم منها البعض. الناشطة البيئية غريتا تومبرغ شافت أنه صار الوقت لحتى ترد على ترامب بعد كلامه عنها ب 2019، لما قال: تبدو أنها فتاة سعيدة جدا تتطلع نحو مستقبل باهر ورائع، ويسرني كثيرا أن أرى ذلك. وكتبت على حسابها بتويتر تغريدة وقالت: يبدو كرجل عجوز سعيد للغاية يتطلع إلى مستقبل مشرق ورائع، جميل جدا أن نرى هذا. ريهانا المطربة المشهورة اللي عندها أكثر من 100 مليون متابع على تويتر نشرت صورتها على حسابها وهي شايلة كياس بتشبه كياس الزبالة، والمعلقين ربطوا بين الصورة ورحيل ترامب لأنه ريهانا كتبت: أنا هنا فقط للمساعدة. آدم عبدالله غرد كمان وقال: خطاب رحيل ترامب فيه الكثير، لم يعترف بالهزيمة ولم يقر بها، وهي لا شك حرب مستمرة قذرة لم تنتهي بعد بين الحزبين، وأنظر كيف دخل بايدن البيت الأبيض، دخل كحاكم عسكري. ترامب أنهى فترته الرئاسية بالقول أنه أنجز الشيء اللي إجا مشانه على البيت الأبيض. وسائل إعلام نوهت أنه ترامب هو الرئيس الأمريكي الوحيد اللي ما بكي قدام الكاميرا. بفترته قضى ترامب على داعش وقتل قاسم سليماني وحارب الصين بشراسة بمسألة شبكات إنترنت الجيل الخامس وشركة هواوي، وقدر يحقق انتصارات رمزية عليهم بعد تخلي دول مهمة عن هاي الخدمة من المنافس الصيني مثل أستراليا وكندا وسنغافورة وبريطانيا. بيبقى نذكر محاسن ترامب أنه كان من أصدق زعماء العالم. هذا صدق تجلى لما وصف بشار أسد بالحيوان.
You see the same kids, no arms, no legs, no face. This is an animal.